أينما وجد الشباب وجد الإبداع، ويمكن دي السمة الرئيسية اللي كانت موجودة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم. كان وجهة مشرفة للشباب المصري تحديدا، وكان منصة مهمة جدا للحوار الجاد حول أهم الأفكار والقضايا الدولية. تعالوا نشوف مع حضراتكم المكاسب اللي حققتها مصر من خلال منتدى شباب العالم في التقرير التالي. منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة نجح في أن يكون فرصة حقيقية لتبادل الرؤى وإيجاد حالة من الحوار الجاد والبناء لتحقيق التنمية المستدامة من خلال أفكار وإبداعات شباب العالم، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ختام المنتدى بقوله: هذه الحالة الثرية من التنوع في الرؤى أوجدت لنا آفاقاً جديدة تلهمنا أفكاراً وسبلاً مستحدثة نحو حال أفضل بصورة مشرفة في الشكل والمضمون، حتى يعبر عن حجم المجهود المبذول من اللجنة المنظمة وكافة المشاركين سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو الشباب من كل العالم. وقد شكل منتدى شباب العالم تجربة ناجحة لمواجهة فيروس كورونا، وكان ملتقاً ومنصة هامة للحوار الجاد والبناء لتحقيق التنمية المستدامة من خلال أفكار وإبداعات شباب العالم، وهو ما تمت ترجمته في تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية بإطلاق حملة دولية قوامها شباب مصر والعالم للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية. وتمثلت مكتسبات المنتدى في تحقيق المساواة والعدالة والدفع نحو تمكين ذوي الهمم أو كل من هو مختلف ويستحق أن يندمج ويكون على قدم المساواة مع الجميع. وكذلك يسهم المنتدى في تعزيز التنمية والتعبير عن قضايا ومتطلبات الشباب الحقيقية وترجمتها على أرض الواقع، ويساعد أيضاً على نقل تجربة مصر الفريدة في البناء والتنمية والاقتصاد إلى دول أخرى للاستفادة منها. في الحقيقة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة اللي استمرت على مدار 4 أيام قدم نموذج رائع لأفكار شبابية وطاقات كلها بتواجه يعني الظواهر اللي حدثت في العالم ما بعد جائحة كورونا، وإزاي نقدر إن إحنا نعبر للمستقبل. ويمكن كان الشعار والسمة الرئيسية للمنتدى هو معا نعود، معا نعود من خلال التكاتف والتضامن نستطيع أن نعبر، نستطيع أن نتعافى، نستطيع أن نكون أفضل مما كنا. وهو ده اللي قدمه الشباب من خلال أفكارهم وأطروحاتهم.